ممثلين للمتضرري الأعمال الإرهابية وزار أيضا نصب التذكاري للضحايا الأعمال الإرهابية وكما قالت لنا مصادر مسيحية فهنا هناك ارتياح كبير من هذه الزيارة وهناك استعدادات قاسم كما قلنا لزيارة البطريرك بشارة بطرس الراعي بطريرك سوريان الموارنة يوم الأربعاء في قرية درهم في إسرائيل. لك شمون هذا إذن عن التحضيرات الأخيرة لوداع البابا فرانسيس الذي يقوم بزيارة للبلاد. وكما استمر كانت هناك لقاءات عديدة لقداسة البابا سحبت هذا النهار، من أبرزها اللقاء الذي عقده مع رئيس الدولة في مقر رؤساء إسرائيل. عن هذا اللقاء والتصريحات التي أدلى بها قداسته ورئيس الدولة مراسلنا وسام جبر. رئيس الدولة شيمون بيرس حرص على أن يكون حفل الاستقبال الذي أقامه اليوم على شرف قداسة الحبر الأعظم ناجحا ليليق بمقامه الجليل ومكانته المرموقة. وخلال اللقاء الذي جمع بينهما في مقر رؤساء إسرائيل شدد الرئيس بيرس على ضرورة بذل الجهود والاستمرار في العمل الدؤوب من أجل صنع السلام في منطقتنا قائلا لقد قبلت دعوة قداسة البابا لإقامة